فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إن زوجته عندها سوء خلق وترفع صوتها عليه، فإذا نصحها فإنها تذكر له قصة الصحابي الذي ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكى له عن خلق زوجته، فوجد أن امرأة عمر ترفع صوتها وأن هذا لا بأس به، فهل استدلالها صحيح؟ إيه نعم، يصبر عليها إذا صار يريدها أو أم عياله، يصبر عليها والحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.